بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت الرياضيات درجة من الدقة والشمول. لاحظنا أنه لدى التلاميذ بعض المشاكل. هذه المشاكل عبارة عن نتائج لمعطيات. حاولنا معالجة هذه النتائج وذلك بتصحيح وتحسين المعطيات، لأننا إذا أردنا أن نقوم بتحسين أو تهيئة نتائج معينة يجب علينا معالجة المعطيات اللي أعطتنا النتائج هذه. وشخصنا بعض المشاكل عند التلاميذ ولاحظنا أنه هناك بعض المشاكل الحسابية وبعض الدروس تم دراستها سابقا لم تعطى لها أهمية بالدرجة التي تستحقها، ولهذا قمنا بهذا العمل وإن شاء الله ينال إعجاب الجميع. السلام عليكم.